انا النهارده بعمل لكم سندوتشات كبده حلوه جدا، العيش الفينو في العيش البلدي. يلا نبدا ونسمي بسم الله واقول لكم على المكونات والمقادير. يلا بينا. احلى متابعين في الدنيا، انا النهارده بعمل لكم كبده ضاني وكلاوي باسهل طريقه وابسط طريقه. مطبخ الهنا معاكم. يلا بسرعه اقول لكم على المكونات بتاعتها والمقادير، هتعملوها باسهل طريقه وابسط طريقه. 5 دقائق بالظبط هتكون جاهزه معانا. اعملوها بقى سندوتشات براحتكم زي ما انتم عايزين مع المكرونه براحتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. كبدة ضاني حلوة جدا اهي، أسهل طريقة وأبسط طريقة اهو. أنا النهاردة بعمل لكم كبدة ضاني باللية حلوة جدا. حطيت في الأول حتة لية وبعدين ضفت عليها بالكبدة والكلاوي والقلب وبقلبها بالمنظر اللي أنتوا شايفينه ده. ومعانا هنا بصلاية وقرن فلفل أخضر وكلاوي. تمام، انا حطيت الاول اول حاجه الليله وبعدين نزلت بالكبده والكلاوي والقلب وبعدين بصلايه جوانح وفلفل. تمام، ومعانا هنا البهارات اهي. تمام، كمون وكزبره وفلفل اسود وبصل بودر و7 حبات بهارات ال7 حبات. ومعانا الصوص الحلو قوي التحفه ده اسمه باربيكيو، بتجيب عليه حاجه مدخنه وهنعملها سندوتشات بأسهل طريقة وأبسط طريقة. دايم في غدا عشا أي حاجة، أسهل طريقة وأبسط طريقة بالمنظر ده. نحط لنا بقى شوية خل، هنجيب له حبة خل أهو حلوين برضو. الكبدة بتتبلش يا جماعة عشان تبقوا عارفين، شوية خل أهو حلوين أهو. هنعمل بقى سندوتشات بالعيش البلدي حلو جدا هتعجبكم. نقسمها بس شوية ملح اهو، نحطهم اهو. نحط شوية صوص كمان عشان شايفاها قليل الصوص بصراحة اهو. هتلاقوه في أي سوبر ماركت الصوص ده حلو جدا. آخر شوية اهو بحطهم. يلا هنروح نعمل بقى سندوتشات ونرجع لكم، انتظروني اهي. اسهل طريقه وابسط طريقه، عايزاكم تجربوا الطريقه دي وتدعوني. احلى طريقه كبده هتسمعوها في حياتكم، سواء كبده بلدي او ضاني او اي نوع كبده. وكده انا عملت السندوتشات في العيش البلدي حلوه جدا اهي، وعملت عليه شويه سلطه كده حلوين على الوش، وعملت لكم برده عيش فينو. اتمنى الفيديو يعجبكم، تعملوا لنا اشتراك في القناه ولايك وشير، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.